내일 미디어 채널요. موجودين في مطعم رجاء اليوم معنا شيف باش يكون حاضر معنا اليوم في الفيديو نتاعنا. مرحبا سامي بن عيسى مولا ريستورون مرجاء. مولا ريستورون مرجاء. دونك اليوم باش نشوف معاه حاجة زمنية تقليدية تتعمل في الدار من أولها إلى آخرها، لكن هو استغل الفرصة باش تكون موجودة في المطعم نتاعو، ونتصور أنها باش تكون خارق العادة بطبيعة الحال بالتقديم نتاعو هو. بالنسبة عندنا سبيشاليتي بنزرتية تسمى 100% عبا عنجد زمنية برشا، اللي هي مقرون دار. مقرون دار مقرون دار مقرون دار هذه ماكلة زمنية في الأصل تتعمل بالسردوك العربي. وليت تو تبيع في الأسواق، بالنسبة للأسواق بنزرت تو تلقاها موجودة. هذه كيفاش تخدم؟ كيفاش تخدم؟ تتعجن عجينة عادية، تبقى مقرونة عادية سميد. أي سميد يخدموها النساء الكبار نتاع بكري، ويفتلوها بالعود نتاع العود نتاع المشموم. العود نتاع المشموم هذاك، يعني المشموم يفتلوها المشموم هذاك العود نتاعو. أي سميد دونك يحط يلو عليها العجينة، يلو عليها المرة تعمل دي بتي بول هكايا تشوفوا نفسك. بعد باليد باليد هكا تخدم وتقعد تشيح عادية. تشيح بون توا هذيا بعد تلقاها في الأسواق. في التطيب نتاعها شنيا الحاجة الفاح مثلا نتاعها سبيسيال؟ الفاح بات عادية يعني بون، الفاح هي كفاح ما فيها، هي مقرونة هذيك مقرونة عادية، لكن الصوص توا نحكيو توا صوص طوماط، صوص طوماط عادية كيما أي صوص عندها طوماط، فهمتني؟ في الأصل قلنا تخدم هي بالسردوك العربي. فهمت؟ الحمص حطوا لها، يعطيك الصحة، حطوا لها السكنارية، الحمص، الخرشف، هذوما لي ليجيم كيما نقولوا اللي يجيو مع الصوص طماط، والحمص بطبيعة الحال، فهمتني؟ وخيارها تتاكل سخونة. توا هذه تجيب في البنزرتي طيبوها بنزرتي عام 12 شهر ولا هي أب عن جد ولا موسمية؟ حتى عندنا في التراديسيون تاعنا أول نهار في رمضان مقرون دار. معروف هذه في بنزرت، أول نهار في رمضان مقرون دار، أول نهار لوبيا مقرون دار نعمل في بنزرت. دونك هذه المقرون عندها قديم زمان. ديما برشا هذه. مثلا ثماش أبار البنزرتي ما ثماش خارج بنزرت ما تلقاهاش. ما تلقاهاش. اللهم بنزرتي ولا مقيم في ولاية أخرى. اللي بنزرت هنا معروفة كذلك الرشتة، معروفة بطبيعة الحال الرشتة والنواصر والكليد يقولوا لها هذيك فهمتني، والنواصر والرشتة والجريتلية زادة مع الحلال مع كذا، هذوما البنات هذيا اللي كلها أسماء زمنية. يعطيك الصحة. إن شاء الله نشوفوها مع خونا سامي المرة القادمة. دونك تو باش نحضروا البارتي الثاني من الفيديو نتاعنا اللي هو كيفية الخدمة نتاع البلا، كيفاش يحضروا البلا، كيفاش يتقدم الدريساج ونحضروا الصوص. أربعة مطلوب شاورما، يلا يا لويال. أعطينا طن من الكوشينة. دي باكيت سكالو. إيش يا خالو؟ صوص باكيت سكالو. دونك دخلنا للدوزيام بارتي مع شيف سامي بن عيسى ريستورون ملكة بطبيعة الحال، نشوف كيفاش عديد اعداد البلا نتاعنا. المكرونة ديالي البنزرتية، دونك هذه المكرونة هذه مصموطة في الماء. هذه مصموطة في الماء مع بانس يعني شوية. كيفاش تاخذ وقت عندك فكرة؟ كيما أي بات، كيما سباغيتي، كيما كذا. باهي. بون، نعبيو البات عادية، راسيون عادي. هذا الصوص، هذه هي الصوص نتاعها اللي تفهمنا فيها، لازمها تكون جوتو يعني ممروقه مليح حتى كي نخلطوها. وخيارها علاش واحد راه توا واحد يتفرج يقول شبيه ما سوتهاش، فهمت؟ هي هذه المعروف عليها كوني لو فات اللي حضرت البات اون باراليل، تبدا الصوص حاضره
ديريكت في الصحن صحه باش فيه يعني ماهيش كيما نقولوا خدمه لي ريستورون تحضر البات وحده وتحضر الصوص وحده ومن بعد تحط لي زانغريديان تاعك فهمتني. طب بالنسبه للمقرونه نسمع تري بيان سوسي نعملوا الدريساج نتاعنا واحد يعبي ويتذكر يتذكر ناس بكري ويتذكر جو بكري ويتذكر الماكله الزمنيه نتاعنا. دونك تحياتنا للفان نتاعنا اللي موجودين في كندا ساعة امريكا امريكا اللاتينيه اوروبا بالدول الكل غربيه وشرقيه اسيا الخليج العربي بكامل الدول نتاعو لبنان تحيه خاصه لاخوين في ليبيا الجزائر المغرب موريتانيا مصر ومتابعينا في تونس. نحطونا حضرتها جيش نتاعنا دونك ورقة الرند لابد منها بيان سور الحم كيف قلنا دجاج سردوك عربي ماهوش نتاع دجاج الحاكم دجاج الماكينة هكا ولا سامي صحيح تعطي نكهة أخرى حمص لا شاهية جوتو دونك اخوانا في بنزرت ما عندهمش اللبلابي وكسكوت اللبلابي فقط لا 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 عندنا خويا عندهم عدة مأكولات زمنية تقليدية تونسية عندنا فريزيون شوا منهم لسه زادة قرن فلفل زوز ما شاء الله صحة وفرحة هاي دونك إذا كان عجبكم البلا إذا كان عجبتكم الأكلة تنجموا تعملوها في الدار سهلة برشا فقط تجوا البنزرت تشروا المقارونة هذه لأنه ما نعملوها كان البنزرتية موجودة في كل محلات اللي تبيع الفاح. دونك حضرت المقرونة نتاعنا نتاع بنزرت اللي بسردوك الدجاج العربي دونك سناريا حمص حم فلفل بالنسبة للصوص نتاعها سي الميم صوص تاع نفس الصوص نتاع المقرونة العادي فقط تختلف في العجينة، العجينة ماهيش العجينة نتاع المقرونة المخدومة في المعمل، هذه عجينة ديري تشبه شوية للعجينة نتاع الحلالم قريبة له. إذا هذا الفيديو نتاعنا اليوم، إن شاء الله يكون عجبتكم الخدمة نتاعنا. إذا كان تحبوا تزوروا بنزرت مرحبا خارق العادة بنزرت البحر منطقة سياحية عندها شعب طيب خارق العادة ناس مضيافة ناس ذات كرم وجود. إذا كان عجبكم الفيديو عجبتكم خدمتنا جيمي بارتاج أبوني فو أنوتر شين ميرسي بيان شكرا جزيلا إلى اللقاء قريب في فيديو آخر وإلى تصبحون على خير. We'll be right back.